عينت من سنة 1965، عمدة بالانتخاب، ومن تاريخه عملت مركز شباب برضو في هذا الوقت عشان منع الخلافات اللي كانت موجودة والنظام القديم. كان العمل الأول كان بالنسبة للخلافات القديمة بين العائلات كأي بلد من زمان. يعني بدأت إن إحنا دلوقتي إن إحنا أسرة واحدة وعائلة واحدة، وده جمع الناس، وعملنا لجنة مصالحات في القرية، وكان في اجتماعات مستمرة معاهم في كل الأوقات، وبدأنا نشتغل مع الجهاز التنفيذي في الخدمات العامة في البلد، وبنسعى إن إحنا ندخل الصف الصحي، ما زال لغاية دلوقتي ما دخلش. عندنا دي بنسعى ليها، مختارين برضه ليها قطعتين أرض ليها عشان فيها. إحنا داخلين في مع قرية شريف باشا وقرية أبو سليم في محطة واحدة. أنا حضرت جلسات عرفية كتيرة، وهنا باستمرار برضه هنا إن إحنا عاملين لجنة مصالحات هنا في القرية على طول مستمرة في أي وقت، يعني دي قايمة هنا بالنسبة للمصالحات، بحيث إن إحنا ما نوديش حد المركز أو في أي حاجة أو خلافات، بنجمع الخلافات لأن الأسرة كلها واحدة، وإن كل الناس ناس هايب وقرايب هنا، فدي مسهلة برضه معانا ليه الموضوع، ما عندناش حد غريب. أمال شايف يعني بالنسبة للناس دلوقتي المشاكل كترت عن الأول، وده يعني ده تغيير مفاجئ للناس بالنسبة للأخلاقيات اللي اتوجدت، والناس خدت بمعنى الحرية بمعنى الفوضى. العمل الاجتماعي طبعا هيكون أفضل، يعني كل مدى في افضل من احنا بدانا بقالنا من اكتر من سنه دلوقتي، الامور بقى كويسه والامن بقى كويس، الاستثمار والصناعه، وعندنا حاجات كتيره ما حدش بيستغلها. يعني الارض ديت اللي موجوده المفروض الشباب يستغلها والحكومه تديها لهم ولو باي اجر رمز او بالحق الانتفاع فيها عشان تشغيل الشباب والبطاله اهم حاجه. تقدر تقول لنا ايه المواصفات العمدة الناجح؟ العلاقة أهم حاجة، العلاقة مع الناس مع المجتمع دي اللي بتساعد إن هو يكون يعني مرن في تصرفاته معاهم، يعني يساعد برضه في لجنة المصالحات، الحق إن كل واحد ياخد حقه.